بيان برلماني يحمل الرياض مسؤولية انقلاب عدن، ويطالب الرئيس بإعفاء الإمارات من التحالف. لماذا لم يكن هذا هو موقف مؤسسة البرلمان بأكملها؟ وهل سيستجيب الرئيس هادي لهذه المطالب أم أنه سيمضي بشرعنة الانقلاب الثاني؟ أهلا بكم. أصدر 9 برلمانيين يمنيين بيانا حملوا فيه المملكة العربية السعودية مسؤولية ما حدث ويحدث في عدن من انقلاب على الشرعية واستيلاء على مؤسساتها المدنية والعسكرية. وطالب البيان الرئيس هادي بتحمل مسؤوليته الوطنية وإعفاء دولة الإمارات من التحالف الذي يتدخل في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات. يأتي البيان في الوقت الذي يحاول فيه إعلام السعودية الترويج لما سمي بانسحاب مسلحي المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطروا عليها قبل الانقلاب الأخير، غير أن الانتقالي نفسه ينفي هذه الانسحابات سوى من مقار حكومية مدنية كما تؤكد المصادر الميدانية. هل تريد السعودية تمرير الانقلاب إذن؟ وماذا عن 9 البرلمانيين؟ هل سيكونوا نواة لمشروع وطني واسع يرفض مشاريع الرياض وأبو ظبي التمزيقية في اليمن؟ بعد صمت طويل إزاء انقلاب عدن، كسر برلمانيون يمنيون حالة الصمت الرسمي، وخرجوا ببيان يحمل الرياض مسؤولية الانقلاب الذي نفذه الانتقالي في عدن باعتبارها قائدة التحالف والمسؤولة عن الوضع في المناطق المحررة. البيان أيضاً طالب الرئيس هادي بإعفاء الإمارات من التحالف الذي تقوده السعودية، وضرورة خروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية باعتبارها الراعي الرسمي والكامل للإنقلاب على الشرعية وسقوط العاصمة الثانية. البيان الذي وقع عليه 9 برلمانيين من مختلف المكونات السياسية فتح الباب أمام تساؤلات من قبيل لماذا لم يصدر هذا البيان عن هيئة رئاسة البرلمان، ولماذا يقف أمام صدوره عن مؤسسة البرلمان بشكل عام. انقلاب عدن مر وسط صمت تام من الرئيس هادي، هذا الصمت وصفه نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري بأنه صمت مريب، وكذلك وصف موقف السعودية. اليوم قالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة سعودية في عدن تشرف على انسحاب قوات الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها، لكن مصادر ميدانية أفادت أن الانسحاب لم يتعد منشآت مدنية بينها البنك المركزي ومقار حكومية صحية. مراقبون يرون أن محاولة الرياض تنفيذ انسحابات شكلية في عدن هدفه تجنب توصيف ما حدث على أنه انقلاب كامل على الشرعية والدستور اليمني، ما يعني أن استراتيجية الرياض في اليمن أصبحت متطابقة مع الاستراتيجية الإماراتية، وهي سياسة تقسيم اليمن والقضاء على ما تبقى من مشروع الدولة الاتحادي. اللافت في هذا المشهد هو احتفاء الحكومة بما تسميه انسحابات الانتقال في عدن، واعتمادها على السعودية في إعادة ما خسرته في العاصمة المؤقتة، بالرغم أن السعودية هي من أخرجت مسلسل سقوط عدن بحسب مراقبين. إذن أصبح واضحا ماذا تريده السعودية ومن قبلها الإمارات، لكن الذي لا يزال غامضا هو ماذا يريد الرئيس هادي، ولماذا يتعاون على إضعاف شرعيته. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي هنا في الاستوديو، وسينضم معه الأستاذ معن الدماج عبر سكايب بعد ذلك. بداية مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية. أهلا لك بك. ولليمن. أهلا بك أستاذ شوقي. إذن بيان منصف وتاريخي يصدر من 9 برلمانيين، لكن إذا قلنا أن 9 برلمانيين وضعوا الوطن فوق كل اعتبار، سيأتي السؤال أين البقية؟ أين رئاسة البرلمان من هذا البيان؟ بسم الله. على كل حال أريد أن أنصف زملاء النواب بأن أستطيع أن أقول أن جميعهم إلا ما ندر ولا أعلم منه قلقون ويحملون هم اليمن. اللهم الخلاف في تقدير المواقف، فهؤلاء 9 الذين أصدروا هذا البيان رأوا أن المرحلة ما عادت تستدعي لا الصمت ولا الانتظار ولا المراعاة، بينما بقية الزملاء، كثير من الزملاء، بعضهم يراعي موضوع مشاعر التحالف أو قادة التحالف ومصلحة العلاقة،
خاصة إذا علمنا، معلش وهذه نقطة للأسف أقولها بوجع، العلاقات العربية هشة جدا جدا جدا، ممكن تتمزق لأتفه سبب. يعني ممكن فيسبوك، ممكن مقال، ممكن كلمة، ربما تنسف علاقة، فهناك هشاشة. هؤلاء الزملاء يعرفون هذه الهشاشة وبالتالي يراعونها. هناك لكن زملاء، يعني بعد انكشاف، هناك زملاء آخرون بس فقط للإنصاف راعوا أنه قد تكون هناك حلول فيما يتعلق لما سمي بالمجلس الانتقالي، فلا يريدون أن تتوسع الهوة، وبالتالي هؤلاء التسعة هم الذين رأوا أنه ما عاد هناك وقت وما عادت هناك حيلة، فبادروا بقية الزملاء لهم تقديراتهم الأخرى. يعني ليس، نعم، لكن بعد أن تكشفت كل هذه الجرائم وكل هذا العبث سواء بسيادة الدولة أو بمقدراتها أو بوجودها كشرعية، أتى التحالف لاستعادتها، ما هي الاعتبارات التي يمكن أن يضعها الآخرون سواء البرلمان أو الشرعية نفسها؟ الآخرون الذين لم يوقعوا معنا لهم رؤيتهم. على سبيل المثال يقولون مثلا، ماذا سيجدي لو أصدرنا بيان؟ لماذا لا نعالج الأمور بطريقة أخرى؟ هذا فقط للإنصاف. لكن التسعة الذين وقعوا على هذا البيان هم الذين رأوا أن المرحلة والظرف والوضع ما عاد يعني يستحمل مطلقا، بعيدا عن الاتهامات. يعني بسيط أن أكيل الآن التهم لهذا الطرف من التحالف أو لذاك، للرئيس، لنائب، بسيط. نحن الآن لسنا بصدد تبادل التهم ولا كيل التهم، نحن بصدد لابد من مبضع جراح عاجل ينقذ الميت الذي يكاد يلفظ أنفاسه. الوطن اليوم، اليمن اليوم، بلدنا، وطننا على شفا جرف هار، خاصة بعد ما حصل من في عدن في أغسطس انقلاب المجلس الانتقالي، وما تهدد به محافظات أخرى. يعني بدلا من أن تتجه المعركة صوب تحرير صنعاء والحديدة، صوب انقلاب الحوثي، انظروا كيف اتجهت إلى أين، وهذا المسار انحرف به التحالف، لا أحد يستطيع أن ينكر. التحالف حرف المسار تماما، بدلا من أن تتحرك الجيوش، وبدلا من أن تتحرك الكتائب، وبدلا من أن يتحرك الدعم إلى صرواح، إلى نهن، إلى الحديدة، تحرك إلى المهرة، وتحرك إلى حضرموت، وتحرك إلى سقطرة، بدلا من أن تدعم الكتائب المرابطة هناك على مشارف صنعاء ليس بينها وبين صنعاء إلا مسافات بسيطة، وشباب، والله شباب، وهنا أريد أن أنصف هؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال، من أجل يعني أحيانا بعض الإعلاميين أو المفسبكين يظلموهم، أقولها هكذا بالفم المليان، هؤلاء الشباب المرابطون في نهم وفي صرواح وفي الحديدة وفي غيرها من الجبهات على أهبة الاستعداد في أن يتقدموا، لكن الدعم أولاً وثانياً أحياناً يقصفوا. سنتحدث عن ذلك بالتفصيل أستاذ شوقي، نعم، لكن قبل ذلك ربما أنت قلت أن هناك من تساءل ما الذي سيقدمه البيان، ونحن بدورنا سنتساءل ما هو تأثير هذا البيان. يعني بالتأكيد أنتم وضعتموه وأنتم ترجون منه تأثيراً. نعم، أنا فقط أتيت بذاك ماذا سيصنع البيان من وجهة نظر زملائنا الذين أجلوا موضوع التوقيع، ربما يوقعوا، ربما يلحقونا. أما نحن التسعة فرأينا ما يلي: واحد، أن الظرف ما عاد يستحمل مطلقا، فلا بد من تحديد موقف وطني. الصمت ما عاد يجدي، المشاعر ما عادت تجدي، الغرف المغلقة ما عادت تجدي، بل أصبحت نقاط ضعف. يعني أن تؤجل تأخير، كما يقول علماء الأصول، تأخير البيان عن وقته لا يجوز. أخرنا البيان عن وقته سنوات، 5 سنوات، ونحن نراعي المشاعر، ونحن نريد أن نتحدث في الغرف المغلقة، كان هناك شيء من الحراك، لكن للأسف استخدم ذاك الصمت وتلك المراعاة للمشاعر استخدمها ليس لمصلحة اليمن. وبالتالي رأينا: واحد، أولا في رفع الصوت في أنه ما عدنا نستطيع أن نصمت، ولهذا وجهنا هذا الخطاب للعالم كله
وجهناه لليمنيين كلهم، لأحرار اليمن، وجهناه للعالم، وجهناه للرئيس هادي، للمكونات كلها، للتحالف. الهدف الثاني تحريك المياه الراكدة، أنه لابد من تفعيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان. صحيح. يعني نحن بصراحة سأقولها كمعلومة، منذ بدأت الأحداث في أغسطس في عدن، ومنذ أن بدأنا نتابع حركة انقلاب واضحة كالشمس، بدأنا نتحرك فيما بيننا كنواب بأنه لابد للمجلس من موقف. لكن نفس الكلام يا جماعة، انتظروا، سنتواصل مع سين، سنتواصل مع صاد. أتحنا لقيادة رئاسة البرلمان، لرؤساء الكتل أن يتحركوا. تحرك، طلبنا نحن كنواب. يا إخوة، تتشكل لجنة من هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل ويتحركوا إلى أبو ظبي، ما قد فعلت في العالم. لكن انظروا إلى أين تنازلنا لإخواننا كلهم، سواء في التحالف أو في الشرعية. نحن كنواب أقرينا بشبه إجماع في جلسة جمعتنا مع بعض، قلنا يا إخوة هناك مشكلة مع الإخوة في أبو ظبي، لماذا لا تتحرك هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل ويتحركوا لمقابلة الإخوة في أبو ظبي؟ لنبحث ماذا تريدون بالضبط؟ أين الإشكال بيننا وبينكم؟ تواصلوا مع أبو ظبي، وافقت على أن تلتقي الوفد باستثناء الإصلاح. يعني مع احترامي، وأنا هنا أجدها فرصة لأقولها، أتمنى من الإخوة في أبو ظبي أن يستوعبوا المشهد، لا يتصوروا أن شوية المال أو الاستناد على المخابرات البريطانية والأمريكية أو تستطيع أن تكتث شعوب. أمريكا ما استطاعت أن تكتث الفيتناميين، يعني بكل يعني عتادها، بكل سلاحها، ما استطاعت. أصحاب الأرض، أصحاب القضية، لا أحد يستطيع مهما ألصقت فيهم من تهم. الشعب اليمني كله يعني وافقوا على الرئاسة. خليني أكمل هذه العبارة. الشعب اليمني كله يا أستاذة، وأنا هذه رسالة للإخوة في أبو ظبي، يعرف من هم أعضاء التجمع اليمني للإصلاح: الحزب المدني الديمقراطي السياسي الجمهوري، الحزب المتواجد له كتلة كبيرة جدا في البرلمان. هذه الصفات إرهاب. يعني المهم، فتواصلوا مع أبو ظبي فوافقوا على أن يلتقوا هيئة رئاسة المجلس باستثناء ممثل الإصلاح في هيئة الرئاسة الأخ باصرة، ووافقوا على أن يستقبلوا جميع رؤساء الكتل باستثناء رئيس كتلة الإصلاح. فكر الإخوة في هيئة رئاسة المجلس، هذا ظلم، كتلة بحجم الإصلاح تستثنى من اللقاء. فقالوا إذن اذهب يا رئيس المجلس منفردا. ذهب رئيس المجلس وبقي معهم وطرح لهم طرح كما علمنا به جميل يعني، ثم عاد إلى وعاد إلى رئيس الجمهورية وطرح له ما تم. ما الجواب الذي حصل عليه؟ للأسف يعني كل هذه ما أجدت في موضوع العلاقة. إذن رفضوا تماما انعقاد المجلس. هم قد رفضوا حتى بعد لقاء، رفضوا في عدن أو في المقلة. عدن 100%، الإخوة الإماراتيون رفضوا في عدن 100%، سواء كان ما قبل سيئون عندما التقت هيئة البرلمان. يعني الرفض لمجرد الالتقاء، ليس فقط المكان، يعني لا يودون للبرلمان أن ينعقد. لا هم يرفضوا في عدن المكان، هم يعتبروا عدن خلاص يعني. وشيء مؤلم، مجلس النواب يرفض في أن يعني أن يعقد في عاصمته المؤقتة. وبالتالي رأى هؤلاء الموقعون في أنه ما عاد الصمت يجدي، فلا بد من رفع الصوت ووضع النقاط كما يقال على الحروف التي وضعناها. نعم، في لو دخلنا إلى صلب 11 نقطة البيان، وهي 11 نقطة كما تفضلت، الأولى والثانية تحمل الرئيس والنائب والحكومة عفوا مسؤوليتهم الدستورية والسياسية والتنفيذية أيضا في مواجهة كل الأحداث الأخيرة بعدن. كما تضمن أيضا البند الثالث مطالبة الرئيس هادي بالاستغناء عن دولة الإمارات من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربي. برأيك هل تتوقع أن يستجاب لهذه المطالب؟ أختي الكريمة، ما سبق انقلاب عدن كان البعض يظن أن هناك مبالغات، لكن عندما حصل انقلاب عدن ظهر وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ليقول أن ما يقارب 400 مدرعة ومصفحة إماراتية هي التي يعني ساندت الانقلابيين، هي التي انقلبت.
لأن الجولة كانت لصالح الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية. فلما تدخلت هذه القوى أنهت كل شيء، لأن يعني هذه الأمور معدة مبكرا. نعم. إذن فصار موضوع الإمارات يقينا، يعني ما عاد هناك شيء مخبأ، وبالتالي نقول لهم كثر الله خيركم، شكرا لكم، لا داعي لأن تستمروا. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا لأنه أيضا، ما عادوا جزء من الحل، صاروا هم المشكلة. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك وبعودتك مجددا إلى المسالمني بعد غياب طويل أستاذ معن. بداية، ما يحدث اليوم في عدن لا يعد بالأمر الهين، ما هي قراءتك أنت له؟ اللي حدث يعني خاتمة مسار طويل، بدأ بتركيز أدوات القوة وإعداد التربة وعمل سياسي ودعائي وإعلامي، كان هدفه الأخير أن يتم الاستيلاء على مقاليد الأمور بشكل كامل، رغم أن السيطرة الأمنية والعسكرية في الواقع من وقت طويل كانت بيد القوات الانتقالية والقوات الموالية للإمارات. وأتت هذه الخطة ربما لتحقق عدة أهداف، وربما أيضا في ظرفية خاصة. الظرفية تتعلق بمحاولة تموضع دولة الإمارات العربية المتحدة مع إعلانها الانسحاب من اليمن، ومحاولة تحسين وترطيب علاقتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي أرادت أن تستبق الأحداث وأن تضع أمرا واقعا في الجنوب وفي عدن من خلال تمكين حلفائها وأدواتها من السلطة بشكل كامل، لفرض أمر واقع على السعودية وعلى الحكومة الشرعية التي كانت في الواقع ليست في مستوى الحدث، لا من حيث الاستعداد ولا من حيث رد الفعل، كان هناك بطء كبير في رد الفعل، وكان هناك في الواقع نوع من التغييب المعلوماتي، لأنه الأحداث في الواقع حتى قبل اغتيال أبو اليمامة كانت قوة الحزام الأمني قد بدأت انتشر قبل أسبوع أو 10 أيام من الحادث من دون أي سبب واضح. وكان يمكن قراءة كثير من الأحداث والتطريحات، لكن ميزان القوة بالأساس هو ميزان مختل من حيث العدد ومن حيث الانتشار ومن حيث خطوط التموين، إضافة طبعا إلى فشل عسكري وأمني لا يمكن القبول به من القوات الشرعية للمرة الثانية بعد عام ونصف من أحداث يناير 2018. لم تستطع قوات الحرس الرئاسي ولا قوات وزارة الداخلية أن تبني أي وحدة بالمعنى الجدي، وهذا فشل المسؤولين عليه. الاعتقاد من البداية بالشعارات المزعومة، أول شيء حكاية أنه الحرب في اليمن من أجل الشرعية فقط، حتى داخليا هي لا تصلح لإسعاد البلد الشعبية. اليمنيين يقاتلون من أجل الحرية، من أجل سيادة بلدهم، من أجل كرامتهم الشخصية، ومن أجل الاستقلال، ومن أجل الديمقراطية، وليس من أجل مجرد الشرعية أو السلطة أو النظام. والمسألة الأخرى أنه تدخلت السعودية والإمارات والتحالف العربي لأسباب أخرى وواضحة وهي طبيعية. السعودية تدخلت لأن عندها مخاوف جدية في اليمن ولأجل مصالحها الدائمة، والإمارات تقدمت لأن عندها مشروع نفوذ ولأجل مصالح. هذا الأمر بديهي، والذي ينظر لتحالف دعم الشرعية بناء على بيانه الذي هو بيان سياسي وللرأي العام وللعلاقات العامة باعتباره هو حقيقة التحالف، هو يضحك على نفسه، وهناك سذاجة كبيرة ويبدو أنها مستمرة من قبل كل الأطراف اليمنية في التعاطي مع طبيعة الأحداث. البلد تتمزق، الحرب الأهلية أكلت 4 أو 5 سنوات من عمر اليمنيين، ولا زلنا عند المقاربات بالواقع الشعبوية والسطحية. وإذا كان الأستاذ شوقي يقول أنه الإمارات لم تعد جزءا من الحل، ففي الواقع أن هذا البرلمان أيضا لم يعد جزءا ولم يكن جزءا من الحل، بل هو جزء من المشكلة. نعم. إذن ربما أكمل نقطة فقط. الواقع أنه بعد الانتفاضة الشعبية في اليمن 2011 توفرت فرصة لحل هذا البرلمان وتأسيس مؤسسة تشريعية انتقالية، وللأسف فأن ضيق أفق اللي كان موجود عند الرئيس هادي وعند التجمع اليمني للإصلاح وعند أطراف أخرى حافظ على هذا البرلمان الذي ينتمي للنظام القديم، والذي
في الواقع كان أداؤه مخزي أكثر من كل السلطات الأخرى، أكثر من السلطة الرئاسية وأكثر من السلطة التنفيذية الرئاسية وحكومية. لم يجتمع هذا البرلمان إلا بناء على أدوات القوة عندما كانوا في صنعاء مع علي عبد الله صالح، والذي في الخارج مع الإمارات ومع السعودية، ولم يبادر أبدا لأن يأخذ موقف مسؤول. هو في الأخير ليس لديه سلطات تنفيذية. نعم، لكن عمليا أستاذ معن، يعني هو لم تعد توجد شرعية حقيقية على الأرض، وربما نحن يعني نقبل بأقل أو بالحدود الدنيا خاصة، يعني ونعلم الظروف التي يعني أطاحت أو مرت بها البلد وبمؤسساته الشرعية والتنفيذية وغيرها. اسمح لي فقط، يعني 9 برلمان فقط أصدروا بيان تضمن إشارات ومطالبات مباشرة من الرئيس هادي وحكومته ومن التحالف أيضا. برأيك ما الذي يعني تفرضه ضرورة المرحلة الآن، سواء من البرلمان الشرعية والنخبة كذلك؟ هو البيان يحسب للتسعة البرلمانيين الذي أصدروه كعمل سياسي، أما كبرلمان من الواضح أنه ليس لدينا برلمان. لدينا أدوات للقوى المتنفذة في الواقع اليمني بارتباطاتها المحلية والإقليمية والدولية. كعمل سياسي من قبل 9 يمنيين كانوا برلمانيين هو عمل جيد، والكثير من النقاط التي تضمنها البيان هي نقاط إيجابية ومعقولة. الأمر الأساسي هو الآن طبعا بعد 4 أو 5 سنوات أصبحنا في نقطة أسوأ منذ بداية الأحداث. التعبئة الشعبية ورد الفعل الواسع لليمنيين ضد الانقلاب الطائفي السلالي للحركة الحوثية، وتلك الروح المعنوية التي جعلت أفراد معدودين في كل جهة من دون تسليح ومن دون غطاء سياسي ولا غطاء مالي ولا غطاء عسكري يبادرون لمقاومتها، والالتفاف الشعبي الواسع حول هذه المقاومة كما حدث في أغلب الجهات اليمنية، والمقاومة السياسية والشعبية تبددت بفعل عوامل الفساد الذي رافق إدارة هذه المقاومة، فساد الشرعية ومؤسساته، الميل للاحتكار، تضييق قاعدة اتخاذ القرار والمشاركة سواء في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو حتى في المقاومة، ضيق الأفق الذي جعل الناس كلهم يطالبون يعني يعتبرون أن التحالف هو جاء لأجل إنقاذ الشرعية وليس لمصالحه ومخاوفه. الاعتقاد أن الشرعية والحكومة والمقاومة أمر واحد، وبالتالي بدل من الإصرار على استقلال المقاومة وتمكنها من أدواتها الخاصة البعيدة عن نفوذ الحكومة والبعيدة بالتأكيد عن نفوذ التحالف، وبالتالي وجود مشروع سياسي قادر على التعبئة الشعبية ويمارس المقاومة بالأدوات الشعبية، كل هذا جعلنا الآن في موقع أسوأ، لأنه استعادة ذلك الزخم واستعادة الوحدة الشعبية. لو رأينا مثلا محافظة تعز، كل المناطق المهمة سواء داخل المدينة أو في الأرياف تحررت بأدوات شعبية. مشروع حدنان لم تتحرر بالدبابات ولم يكن هناك جيش أساسا، ولكن بانتفاضة شعبية. الأمر نفسه حدث في مديريات الحجرية بذات التربة والشمايتين التي انتفضت شعبيا أيضا، وهذا ما حدث في أغلب في مدينة تعز وفي الريف الجنوبي لتعز بأدوات محدودة كثيرة من الجيش و بضع مئات من المقاومين الشعبيين. للأسف الشديد حتى رموز هذه المرحلة تم استيعابهم ضمن آلية الفساد والفرز الحزبي والفرز الجهوي والقوى الإقليمية التي استطاعت بإمكانياتها المالية الضخمة أنه حتى رموز ثورة فبراير ورموز المقاومة الوطنية الشعبية أن يصبحوا أدوات في هذا المشروع. هذه خيبة أمل كبيرة، لكن يبقى دائما العودة للمبادئ الأساسية. نعم، إذا اسمح لنا استئناف حركة المقاومة الشعبية من جديد بأدوات شعبية وطنية قائمة على المشاركة العامة، قائمة على برنامج ثورة فبراير، وقائمة على توسيع قاعدة القرار في المقاومة وفي الأدوات الحكومية في المناطق المحررة. هذه خطوط عريضة طبعا للمسألة. نعم، اسمح لنا أستاذ معن، أنا أعود لي ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ شوقي، ربما استمعت لحديث الأستاذ معن ورأيه في البرلمان، ووصف البيان بأنه بيان جيد، بيان سياسي أكثر من بيان برلماني. برأيك هل سيحرك هذا البيان ساكن، وخاصة إذا ما تساءلنا هل ما زال الرئيس هادي قادر على اتخاذ قرار إخراج الإمارات من التحالف فعليا؟ طبعا
أؤكد على أن الظرف حرج جدا 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 صعب، ولهذا ستصعب علينا رؤية ما هي الحلول، ما هي الممكنات إلى غير ذلك. وسيعود بعضنا إلى مربع التشخيص وكيل الاتهامات، وهذا أمر جميل يعني مفيد أنه يشخص، لكن كم سنظل يعني؟ نحن أردنا بهذا البيان أن نخطو خطوة إلى الأمام باتجاه حلول. أول خطوة من الخطوات أصدرنا البيان، الآن جاء دور الجميع، حركنا المياه الراكدة عن طريق مؤسسة برلمانية، 9 نواب برلمان. الآن لابد من عمل شيء، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن لابد الآن من شيء من الاصطفاف. بعد البيان ما الذي يمكن أعمله؟ في هناك فرص كثيرة. الفرصة الأولى أن هؤلاء النواب اليوم ينبغي أن يفكروا ما الخطوة الثانية. هل يعقل ألم تفكروا بعدها؟ لا لا في، بس لا أريد أن أحيانا لا أريد أن يعني أستبق الأحداث. الأمر الآخر، لابد أيضا من اصطفاف الآخرين في مع يعني لابد الآن من تكاتف الجميع. أنا أتمنى طبعا الدكتور معن تحدث حديث جميل وطرح رأيه في أمور كثيرة، لكن أتمنى من الدكتور معن وأتمنى من الأستاذ آسيا وأتمنى من الإعلاميين من الآخرين الآن أن يفكروا معنا ما الخطوة الثانية أو كيف يستغل هذا البيان لصالح القضية. أنا أعطيك مثال، يعني لو أن الإخوة الآن الجاليات، سأعطيك بس مثال بسيط، لو أن الجاليات الآن أخذت هذا البيان وترجمته إلى لغات بلدانها وتحركت الجاليات إلى السفارات في بلدها، يعني تخيل الآن نحن مثلا على سبيل المثال في تركيا، لو أن الجالية اليمنية أو مجموعة من الجالية اليمنية ترجموا هذا البيان ثم تحركوا إلى الرئاسة التركية، إلى وزارة الخارجية التركية كفعاليات شبابية كما ذكر الدكتور معا، حلو، بالأخير هي حركات ناس، هؤلاء بالأخير مواطنون. ينبغي أن نوصل هذه القضايا إلى العالم كله، هذه خطوة ليست هينة. الحركة الحوثية انتصرت في مربع التواصل مع المجتمع الدولي بخلايا ناعمة كما تسمى، بأفراد، والله أفراد، لا نتصور أن بعضهم تحركه سفارات أو، وإنما يتحرك بكثير من الحماس بإيمانه بالقضية. وصلوا إلى جلسات مجلس الأمن، بينما نحن أحيانا نتبادل التهم. بهذه الخطوات أستاذ شوقي، هل نزعت الثقة والأمل من الشرعية أن تحرك ساكن؟ الشرعية أصيبت بواحد ضربت من قبل شغل استراتيجي، ولهذا خصوم الشرعية، خصوم اليمن سواء كانوا إقليميين دوليين محليين، خصوم اليمن اشتغلوا شغل استراتيجي، قامت استراتيجيتهم على مائلي واحد، ضرب الثقة بين مكونات الشرعية. ولهذا لا تستغربي إذا وجدت الآن شاب من شباب فبراير يطالب بمليشيا أبو العباس في تعز، يعني انظري إلى أين، نكاية بالإصلاح. لا تستغربي إذا هيئت الظروف للمجلس الانتقالي من قبل ناس ليسوا سيئين، ولكن نكاية فقط بسين أو صاد من الشرعية، نكاية يعني انظري إلى هذا المبرر، معاشيق سيقتحم من لإقصاء الإصلاح، الحكومة ستضرب لإقصاء الإصلاح، صنع من الإصلاح بعبع لفقد الثقة. الأمر الثاني، أغرقت الشرعية في الفساد، الشرعية مارست فساد لا داعي للتفصيل، هذا الفساد أغرقها، وبالتالي صار جزء من الشرعية مستمرئين هذه الأوضاع، بل يتمنوا أن تدوم وأن تطول. يعني لك أن تتصوري أن هناك من يصرف آلاف الدولارات بينما المقاتل في جبال نهم لا يجد راتب، لا يجد الحذاء يا أستاذة، مش الراتب، ليست له حذاء أكرمك الله يعني يقاتل بها، ولهذا أغرقت الشرعية بالفساد. الأمر الثالث، سلبت الشرعية، يعني سلبت فاستسلمت هي أصلا، وهذا الكلام أنا قلته من هذا المكان سابقا، أن الرئيس هادي بمجرد ما استعان بالتحالف سلم لهم الجمل بما حمل وذهب الفندق، ما 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 يعني صار عنصر مشارك، نحي، سواء نحي أو تنحى، وأنا أتصور الثنتين، فتفضلوا يعني أوصيناكم. أيوة، فهذه ضربت الشرعية. الأمر الرابع، وهذه نقطة مهمة، أن الشرعية لم تمارس مهامها، سواء بعيدا عن الأسباب، ما هي الأسباب هذا أمر آخر، لكن الشرعية نفسها لم تمارس مهامها التي تحسس المواطن
وهذا ما ذكرناه كثيرا، أن 85% التي تتغنون بها إذا مورست فيها أعمال دولة من أمن واستقرار وخدمات، والله أن الناس ربما سيتركون المناطق الحوثي وسيلجؤون إليها. لكن للأسف تركت، وبالتالي صارت شرعية هشة ساعدت على أن يحرض ضدها. نعم، وللأسف يعني ما زالت تنتظر ما الخطوة التي ستقوم بها السعودية، وربما السعودية تعلن بأنها الانتقال انسحب إثر توجيهاتها من الأماكن التي سيطر عليها. هل تتوقع أن الانتقال فعلا سينسحب، خاصة إذا ما قرأنا ردود هاني بن بوريك والناس في الشارع الذين قالوا لم يحدث أي انسحاب؟ هو كان الهدف من هذه الحركة أولا أن يتحول المجلس الانتقالي إلى الممثل الوحيد للمحافظات الجنوبية، وليس الوحيد فقط وإنما الممثل الوحيد والند للشرعية مثل الحوثيين، من أجل إذا حصلت أي حلول مستقبلية تصبح المكونات الحوثيون، المجلس الانتقالي والشرعية بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية وغيرها. هذا الهدف الأول، يبدو أنه تحقق. وما دعوة الإخوة في السعودية للجلوس على طاولة الحوار عندما قالوا ينبغي على الأطراف أن تجلس مع بعض، الأطراف تحول إلى طرف. إذن هذا كان الهدف الأول، وهو الذي تواطأ عليه التحالف، بل هناك أيضا ضوء أخضر من المجتمع الدولي في أن يصبح طرف رئيسي. الهدف الثاني اجتثاث العمل السياسي الحزبي الذي تستند على الديمقراطية وعلى المواطنة وعلى القانون وعلى اليوم الأحزاب السياسية. وأنا أيضا أذكر الإخوة في قيادة الأحزاب السياسية الذين أحيانا يفرحوا إذا ما هوجم الإصلاح أو دوهم، هم لا يعلمون أنهم قد اجتثوا الآن. أنا أتحدى الأحزاب السياسية اليوم تشتغل في صنعاء، ما يستطيع الأحزاب السياسية الآن، لأن الميليشيات لا يمكن مطلقا أن تتواجد مع الأحزاب ولن تعمل أنا أتحدث في بداية المرة في صنعاء. نفس الكلام الآن بعد أن جاء المجلس الانتقالي بقياداته الإرهابية التي تمارس الإرهاب والوعيد، يعني انظري سيقاتلون حتى في ليبيا وسيقاتلون هنا، يعني عبارة عن كأنهم عبارة عن يعني كما يقال مرتزقة، عبارة عن يعني أجهزة أمنية لدولة أخرى. وبالتالي الأحزاب السياسية اليوم ما تستطيع تشتغل في عدن، ما تستطيع، بما فيها الحزب الاشتراكي. الإخوة في الحزب الاشتراكي أيضا عليهم أن يفيقوا بأنه مستحيل أن يعودوا، يتصورهم الآن لأن لهم فلان أو أعداد في المجلس الانتقالي أو في هذا المكون أو ذاك بأنهم لا لا لا، هذه المكونات لا يمكن أن تقبل. نعم، إذن أعود إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني في ظل يعني هذا التقسيم الذي سيحدث، الحوثي في الشمال، المجلس الانتقالي في الجنوب، والشرعية بينهما، وربما بكلمة أدق في الرياض، هل يمكن لوجود قوة أو نخبة معينة تستطيع أن تزيح هذه الشرعية من المشهد، كونها عمليا لم تعد تابعة لليمن وإنما تتبع الخارج؟ المسألة هو في غياب البدائل منذ البداية. الناس كانوا يراهنون على المقاومة وعلى وجوه المقاومة، لكن سرعان ما تم استيعابها ضمن أطر الدولة أو نعم، لكنها قيدت وكبلت المقاومة الإقليمية والدولية، وكانوا خيبة أمل كبيرة كما سبق وأن قلت. نعم، خيبة الأمل هذه لا ينبغي أن تبقى إلى الأبد. يستطيع الباقين على الأرض، يستطيع الناس الذين هم مستهدفين والذين يشعرون بالخطر أن يخرجوا من منطق رد الفعل الغريزي بعدم الثقة بالجميع واستعداء الجميع للقعود مع شركائهم في الوطن، مع شركائهم في المقاومة، مع مجتمعهم، ووضع آليات للمقاومة وللتحرير وللتقدم، الاكتفاء بلوم التحالف الذي دخل لأجل مصالحه ودخل لأجل مخاوفه، والبقاء الحديث الشكلي حول الشرعية وحول لا يكفي وغير مفيد، ولم يعد أيضا يصلح لتعبئة الناس، الناس تحركهم هواجس أخرى. وبالتالي حديث أن النخب في اليمن هو حديث يعني مبالغ فيه، ليس لدينا تلك النخب، ومن الواضح أن أداها أسوأ بكثير حتى من المواطنين. من ناحية هي لا تمتلك
لا تمتلك ما يجعلها نخبة، لا سياسية ولا ثقافية. وحتى المؤسسات التقليدية القبلية والاجتماعية عمليا تفككت، قليل هي الأواسطة الاجتماعية والقبلية والأهلية التي ما زالت متماسكة، وبالتالي بدأ الشكل فارغ. وربما هذه أحد يعني علامات التحول الاجتماعي في اليمن، لكنها تبدو بشكل سلبي في هذه اللحظة من اللحظات. الأحزاب القديمة للأسف الشديد ماتت وشبعت موتا، ماتت سياسيا، ماتت أخلاقيا، وبقي فقط أن تحصل على شهادة الوفاة. بقى هناك تنظيم أو اثنين متماسكين قليلا، لكن يعانون من أزمة فكرية وسياسية. يعني عمليا التنظيم الوحيد الموجود في اليمن الآن الذي عنده حد أدنى من الانتظام هو تجمع اليمني الإصلاح، لكن طبيعة تركيبة قيادته وأداؤه وطبيعة المخاطر الضخمة الذي تعرض لها جعلته يتصرف بفزع، وبالتالي ربما هذا الفزع يجعله يسيء أكثر مما يجعله يحسن. نعم، إذا لم يكن هادي متآمر على ما يحدث من انقسام ومن تشظي ومن انهيار للدولة وللشرعية بهذا الشكل، الناس يبحثون عن بدائل خاصة من هم في الميدان، ما الذي يمكن أو يعني ما هي القشة التي يستطيعون التعلق بها أستاذ معنو؟ أنت تتحدث أنه لا وجود للأحزاب السياسية، لا وجود للنخب الفعليين أو المؤثرين، أين سيذهب هؤلاء الناس؟ اولا لا اظن هادي متآمر، هادي ربما عاجز ومحاط بوسط فاسد في كل المستويات، ووسط فاسد وفي نفس الوقت عاجز، لانه ليس له مصلحه فيما يحدث. يعني ليس هنالك مصلحه حتى كشخص، دعك من مسؤوليات الاخلاقيه والسياسيه كرئيس دوله، ماذا يستفيد ان يخسر سلطته في صنعاء ثم يخسر سلطته في عدن؟ لا وجود لاي سبب ولا وجود لاي مبرر يعني في كل المستويات. الجو السياسي الذي تعود أن يشتغل فيه، المحيط الذي حوله ومكتبه وطاقمه وإدارته تغرق في الفساد والعجز وعدم الإدراك. يعني لا أحد يتصور، غير مفهوم في الواقع هذا الأداء. حتى لو تركنا مثلا الوطنية والأخلاقية والمسؤولية، حتى كانوا بشر عاديين يعني لديهم طموحات سياسية، لا أتكلم عن الارتزاق وتجميع الأموال، أتكلم عن طموحات سياسية أنهم ينجحون ويحافظون على سلطتهم ويتقدمون في المراكز الحكومية، كان سيكون هذا مختلف. الآن اللحظة التي تمر بها اليمن صعبة، لكن الذي حدث في عدن رغم كل الصعوبات ورغم الهواجس المخيفة التي انفتحت على اليمن، يعني أنا في تقديري قلت إذا كان الانقلاب وفي الواقع الحركة الردة الحوثية مزقت اليمن، وكانت خطوة بالمناسبة حتى في طريق تشطير اليمن إلى شمال وجنوب، وهذا أمر واضح وكان معروف من أول لحظة. إذا كنت أظن أنها قد فتحت على اليمن باب الحرب 10 سنوات، ربما ما حدث في عدن ويفتح باب الحرب في اليمن وعلى اليمن ل30 سنة. لكن رغم كل هذه الحسابات والهواجس والتقديرات، هناك فرص معينة إذا كان المعنيون والفاعلون في مستوى الحدث يستطيعون التقاطها ويستطيعون التقدم بإنجاز شيء على الأرض. أولا ما حدث بعيد عن تهويمات وتقديرات المؤامرة الكونية حول اليمن والنظر للآخرين باعتباره أما يكرهون اليمن ويكيدون لها وأما يحبونها ومعها هكذا في الفضاء الخارجي. في الواقع هناك مصالح متناقضة، مصانع مختلفة، وهناك سياسات وهناك نتائج هذه السياسات لكل الأطراف الإقليمية والدولية في اليمن. نعم، إذا شكرا. نتعامل معها بهذا المستوى. هناك فرصة اليوم مع الشرق في التحالف الإمارات السعودي. السعودية لا تملك أدوات على الأرض، وبالتالي سوف تكون مضطرة لدعم الجيش اليمني، لدعم أطراف كان هناك تحفظات على دعم بالذات الجنرال محسن وتجمع اليمني الإصلاح. نعم. وبالتالي يستطيع أخوتنا في تعز أن يضعوا يد في يد وينطلقون لتحرير الحوبان وتأمين المنطقة الجنوبية وصولا إلى مد اليد إلى الحوبان. إذا عند هذه النقطة سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك الأستاذ معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس. ما رأيك أستاذ شوقي؟ ربما يعني مع انعدام الكثير من الفرص يجد الأستاذ معنى أن هناك ما زال فرصة ربما لدى أبناء تعز، والسعودية ربما تضطر إلى دعم الجيش هناك للتوجه والانطلاق لتحرير الحوبان وخلق حياة جديدة في الجيش والمقاومة.
أولا من حيث الفرص لا يمكن مطلقا أن تغلق الفرص، لا يمكن أن تنتهي، يبقى الأمل وتبقى الحلول مهما كانت الأوضاع، ولهذا هذه بدهية من بدهيات الحياة. هناك يعني أوضاع كانت أكثر شدة ثم فرقت، لكن ما هي بالضبط؟ هنا السؤال. هذا الموضوع فيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية سأقولها بوضوح، وأتمنى أن تصل إلى إخواننا في المملكة العربية السعودية. لا زال كثير من اليمنيين يعولون على دور المملكة العربية السعودية. نعم هناك فريق قد يأس تماما، لكن لا زال هناك كثير يعولون. لماذا يعولون؟ ليس لأن المملكة العربية السعودية جمعية خيرية أو لأنها يعني طيبة أو غير، ليس هنا الموضوع، لأن مصلحتها في أن لا تسقط اليمن. يعني هؤلاء الذين لا زالوا يعولون، ومنهم ما ذكره الدكتور معا، لا زالوا هكذا يقولون، لو أن إخواننا في المملكة العربية السعودية أمعنوا في التفكير أكثر وأكثر لما كان لهم من سند إلا أن يستعيدوا الدولة اليمنية وأن يناصروا اليمنيين. الإمارات ربما لها حسابات أخرى بحكم قربها من إيران، بحكم جزرها مع إيران، بحكم أن أغلب المستثمرين في الإمارات إيرانيين، ولهذا المصالح التي تبحث عنها في بالضبط السواحل، من أكثر الدول التبادل الاقتصادي بينها وبين إيران من أكثر الـ يعني الـ الأرقام، إذا لها حساباتها الخاصة. لكن المملكة العربية السعودية لا يصح مطلقا أن تسمح بأن تطوق. هناك رغب يعني صار، ما يحدث استاذ شوقي؟ يعني يعني التفشي الذي حدث من قبل الامارات وارادتها لكل ما حدث وربما وقوفها في ذلك، هل نعتبر ان السعوديه يدها مشلوله عما حدث ام انها عاجزه عمليا عن يعني تقديم اي حلول حقيقيه؟ هناك اكثر من تفسير. يعني ساكتفي باني اورد تفاسير المحللين. هناك تفسير يقول ان المملكه العربيه السعوديه كقائدة للتحالف ومهم أن يبقى تحالف، حريصة على أن لا تفقد أحد من من بقي من التحالف، خاصة بعد أن خرجت بعض الدول من التحالف بقيت بعض الدول حريصة وفي مقدمتها الإمارات. فهناك من يرى أن المملكة العربية السعودية تحت يعني الضغط في أن تبقى الإمارات سلمت لها ملف متواطئة يعني؟ لا لا، هنا التفسير الأول يقول ليست متواطئة وإنما مضطرة لأن تبقى باسم التحالف، أن يبقى معها تحالف، وإلا من سيبقى في التحالف؟ هذا التفسير الذي يحسن الظن بالمملكة العربية السعودية. هناك تفسير آخر يقولون لا، إنما هو مؤامرة وتبادل أدوار. هناك تفسير ثالث يقول أن هذه الدول أصلا في الأصل عندما تدخلت، وهذا منطق، لابد من مصالح أصلا، يعني إذا لم يكن لها مصالح فكيف ستدخل؟ وهل مصالحها تقسيم اليمن؟ لا، أنا لا أتحدث عن التقسيم، أتحدث عن أولا عن الأدوار التي تمت. فعندما سلمت المحافظات الجنوبية للإمارات على اعتبار أن الإمارات حاطة عينها منذ زمن، ونحن نعرف أن الإمارات كانت عن طريق شركة المواني دبي قد استأجرت ميناء عدن وعطلته، فلما جاء هذا جزء من المشكلة أيضا ينبغي أن يعرفه الناس، أن من ضمن الأسباب التي تجعل الإخوة في الإمارات يعني محرضين ضد الشعب اليمني بهذه الطريقة إلغاء الاتفاق، أنهم لا يريدون مطلقا أن تنشط هذه المناطق وهذه الموانئ وهذه الجزر التي يفكرون ربما أنها ستسحب شيئا من مصالحهم، ولهذا هذا جزء من السيناريو. ولهذا يعني القضية ليست 100%، أنا لا يهمني هنا متواطئة متآمرة غير متآمرة مضغوطة، مش أنا يهمني النتائج التي حصلت الآن. ما حصل في الأرض أنا لا يريحني كيمني ولا كمواطن يمني. بلدي تتشظى، جبهات التي يجب أن تشتعل في مواجهة ماليشيا الحوثي على اعتبار أن تدخل التحالف جاء لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة تتوقف وتتحرك باتجاه جزر وباتجاه محافظات. دعني أسألك سؤال أخير أستاذ شوقي، هل تتوقع من البرلمان أن يتخذ موقفا جادا حيال ما استمر الوضع على ما هو عليه في عدن؟ كيف؟ هل تتوقع من البرلمان أن يتخذ موقف جاد في حال استمرار الوضع كما هو عليه؟ كثير من النواب نعم، البرلمان بهيئته يعني بيان رسمي صادر عن هيئة البرلمان بكل مكوناته. سأقول نقطة مهمة، البرلمان الآن باعتبار أن هناك آليات جديدة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بنسب الجنوب وإلى آخره، هذا الاعتبار الأول، يعني
ممثلو المحافظات الجنوبية ربما بعضهم له رأي آخر. الأمر الآخر، الاستقطابات الآن فيما يتعلق بإخواننا الكتلة الكبرى، الإخوة في المؤتمر الشعبي العام لا زالوا هم الكتلة الكبرى، المؤتمر الشعبي العام لا زال الآن ما استطاع أن يجتمع، ولهذا هناك تيار أحمد علي وهؤلاء متأثرون جدا كأحمد علي بالإمارات، وهناك تيارات أخرى أرادوا أن يجتمعوا في جدة. باركنا هذا اللقاء لكي يعود المؤتمر الشعبي كحزب وطني كذا، لكنه ما استطاع، وبالتالي ما دامت هذه التشظيات موجودة فالكتلة يعني البرلمان ككل ربما لا يستطيع أن يفعل شيء بإجماع يعني، وإنما ستكون هناك يعني نتوءات ومواقف كتل تجمعات. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة التي ربما كانت تحتاج إلى أكثر من حلقة لمناقشة هذا الوضع. شكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.